تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة بالريبوست وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. مباشرة إلى عناوين هذه الحلقة. زعيم حزب تركي يتوجه للحدود السورية لزرع الألغام. وفي موضوعنا التالي زينة صفت لي وعائلتها سلسلة من الحسابات الوهمية بين السوريين في تركيا، ما القصة؟ يواصل السوريون في تركيا مجابهة الخطاب العنصري من قبل بعض مسؤولي أحزاب المعارضة، وكل يوم يقترب من العام 2023 موعد الانتخابات المقبلة في تركيا ترتفع حدة الصوت العنصري من هؤلاء المسؤولين، ينعكس ذلك بشكل مضطرد على الصوت الشعبي. خطاب عنصري جديد، بطله كالعادة أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر المعروف بعدائه الكبير للاجئين، والذي غالبا ما يكون حديث الساعة بسبب تصريحاته العنصرية ضدهم ووعده بطردهم في حال وصول حزبه للسلطة. تصريحات أوميت الجديدة تركز هنا في ولاية هاتاي التركية والتي تحدها الحدود السورية من كل الجوانب، وكانت بلدة الريحانية الحدودية فيها الممر الأول للسوريين المهاجرين والمهجرين من مدنهم باتجاه تركيا. أوميت خرق هذه المرة كل التوقعات، فحمل لغما حربيا وقال إنه يريد هذا اللغم كأول لغم على الحدود السورية، يريد زرع هذا اللغم على الحدود السورية التركية، وذلك لمنع دخول اللاجئين. عبر بث مباشر نشره أوميت على صفحته في تويتر، أظهر دوريات قوات الحدود التركية الجندرمة وهي تقطع الطريق الدولي على موكب أوزداغ وحزبه، وتطلب منهم العودة وعدم التوجه إلى الحدود. ناقش أوميت أوزداغ الضابط قائد الدورية هنا في هذا المقطع، فأراه الضابط قرار الوالي الذي صدر والذي ينص على وقف الطريق إلى هاتاي حتى 4 تموز المقبل. ها هو أوميت يشاهد الأوراق التي أعطاها إياها الضابط، ليقول أوزداغ وأعضاء حزبه إنهم سيبقون هنا حتى يتم السماح لهم بالدخول ولن يتزحزحوا من أماكنهم، ليقوم أوميت لاحقا بإلقاء كلمة أشبه بالإحاطة الصحفية ضحك فيها وقال: لقد صدق سلمان صويلو إننا نحمل لغما حقيقيا، إنه لغم غير حقيقي يا صديقي، إنه رمزي فقط، كنا نمزح معك. Güvenliğinin emanet edildiği kişi sınıra yerleştireceğimiz. لاحقا تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بيان الوالي الذي جاء فيه قرار منع أوزداغ من دخول الولاية. نشر أوميت أمس تسجيلا مصورا عبر حسابه في تويتر يتضمن جزءا من خطاب له في ولاية أضن، يقول فيه إنه في حال وصول حزبه إلى السلطة فسوف ينسحب من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام التي أسفرت عن نزع الألغام من الحدود التركية. هذه هي التغريدة وهذا هو الفيديو، نتابع. sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa anlaşmasından da geri çekileceğiz. Yarın arkadaşlar Hatay'a gidiyorum. Reyhanlı'ya ve Hatay'da, Reyhanlı'da Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan da bütün dünyaya duyuruyoruz. إذن سينسحب أوميت أوزداغ في حال وصوله إلى السلطة من اتفاقية أوتاوا.
أما اتفاقية أوتاوا التي تحدث عنها أوميت فهي معاهدة وقعت عليها 123 دولة في العام 1997، عارضتها دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد وتقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض. تم تمرير القانون المتعلق بانضمام تركيا إلى اتفاقية أوتاوا بالبرلمان في العام 2003 لتدخل بعدها حيز التنفيذ في البلاد في العام 2004. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو رد على خطوة أوميت هذه بالقول إن أحد الأشخاص وهو نائب في البرلمان والذي أصبح أداة من أدوات منظمات الاستخبارات الدولية يتوعد بزرع ألغام على الحدود في هاتاي، وذلك وفق ما ذكر موقع هابر تورك. هنا أوميت أوزداغ فقد عقله، هكذا يقول سلمان سويلو. نحن لن نسمح له بفعل ما يفكر به، متسائلا أي سلمان سويلو ما الذي يحاول فعله. هذه الدولة لديها حضارة، هذه الأمة لها شخصية، لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟ هذا كان تصريح سليمان سويلو وزير الداخلية التركي. أما التعليقات فهي كثيرة على هذا الموضوع. سأبدأ من أنس الذي يقول: أنا بعرف أنه السياسيين في كل دول العالم بيقدموا اقتراحات لمشاريع تطور البلد وتحقيق نجاحات في مجالات مختلفة، مو مخططات لوضع ألغام، فعلا هزلت. أما عدنان فيقول: يعجز الشيطان عن هذه الأفكار، إجرام سبق إبليس في التخطيط لزراعة الكره. أما نور فيقول: طالما هذا الصوت مسموح به في تركيا إذن هذا الصوت مقبول ويمثل جزءا من السلطة في تركيا. أما محمد سعيد فيقول: اللهم ضاقت بنا الأرض، لا أحد يريدنا، يا رب فرج عن كل سوري مغترب وداء خلقه وتعب من العنصرية. أما مرح فتقول: صار عندي فضول أعرف شو هو برنامجك الانتخابي لو ما في سوريين. أما أبو الدهب فيقول: مسكين يا أصداغ، عنصريتك عميقة وممكن تكون سبب في أنه تقتل نفسك. مسكين، لا برنامج لديك إلا الحقد والكراهية للسوريين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأرجو من الله أن تمثل ألا تمثل إلا نفسك في قادم الأيام. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لعنة الحذاء أو ما يسمى عبيد الحذاء العسكري تحديدا ليس اختراعا صرفا من قبل نظام الأسد الذي بات معروفا بهذا الأمر، ولكن يبدو أن الأمر شائع لدى كثير من الجهات حول العالم، ومنها ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في عدد كبير من الدول وعلى رأسها تركيا. انتشر هذا الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب ما نشر فإن هذا الفيديو يصور أنصار ميليشيا حزب العمال الكردستاني وهي تتظاهر ضد التدخل التركي في ألمانيا. المظاهرة في ألمانيا ولكن هي ضد التدخل التركي في سوريا، حاملين مجسما لحذاء مقاتلين قيل إنهم مقاتلي قنديل أو المعروف ما يسمى بحذاء أوجلان وسمي باسمه تكريما له. دعونا نتابع الفيديو ونعود لنرصد ردود الفعل. سأبدأ من تعليق شيروان الذي كتب يقول: إيه يا محلى أيام قضايا حرق المكاتب وتجديد القاصرين قدام قضية القندرة. أما في هذا التعليق للأوسو يقول: القندرة فكرة والفكرة لا تموت، لا توجع قلب خالك. أما عبد الرزاق فيقول: لك أن تتصور أشخاص يقدسون بوط ويتصدرون المشهد، كيف لهم أن يحكموا الناس في مناطق سيطرتهم؟
أما مهند القاطع فيقول كل جماعة تحمل خلاصة فكر زعمائها وقادتها على أكتافها وتقيم لأجل ذلك التماثيل والنصب التذكارية. جماعة أوجلان تربية نفس مدرسة الرئيس القائد الخالد المناضل العربي الأول. أهلا بكم من جديد. هل جربت يوما التواصل مع شخص لا تعرفه في الحقيقة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي؟ الأمر بات شائعا، وقصة الدكتورة زينة الرائجة حاليا في الأوساط السورية ما هي إلا مثال على ذلك، خاصة أن الدكتورة المزعومة خلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وخلقت هي أيضا على صفحتها التي أنشأتها حياة كاملة من فنجان القهوة الصباحي إلى آخر المساء، كما شاركت حكاياتها الخاصة مع العامة ليتبين اليوم أن الحساب وهمي يقوده شخص ما ولا يوجد في الحقيقة دكتورة تدعى زينة صفتلي. زينة أو حساب زينة كانت دائمة النشر والتغريد ومشاركة المعلومات، فقد نشرت مقاطع مصورة مع خطيبها المزعوم واستطاعت إنشاء صداقات كثيرة في الفيسبوك مع ناشطين وصحفيين وكتاب ومستخدمين كثر لهذا التطبيق، وأوهمتهم على الدوام بحقيقة وجودها كإنسانة على أرض الواقع، إلى أن اختلقت واقعة وفاة خطيبها ليكتشف أصدقاؤها زيف ادعاءاتها ويتبين لهم أن الشاب المتوفى هو من أبناء الجولان ولا يربطها به أي علاقة. لاحقا أغلقت زينة الحساب واختفت. تفتح قصة الدكتورة زينة الباب على عدة احتمالات، فهناك من ذهب إلى رواية تقول إن زينة قد تكون شخصا حقيقيا في الواقع لكنه يعاني من اضطراب الهوية التفارقي أو ما يعرف بالشخصية المزدوجة. كان يعرف سابقا باضطراب تعدد الشخصيات، يتمثل معنى الازدواجية في الشخصية في قيام المريض بهروب لا إرادي من الواقع لينفصل عن الأفكار والهوية والوعي والذاكرة. جدير بالذكر أن اضطراب الهوية التفارقي يمكن أن يصيب أي شخص بصرف النظر عن فئته العمرية أو خلفيته العرقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. هناك رأي آخر قال إن الحساب قد يكون مدارا من قبل المخابرات السورية ووظيفته التغلغل في الأوساط المعارضة وتتبع أخبار الناشطين وابتزازهم وما إلى هنالك من جرائم إلكترونية. فعلى سبيل المثال أنشأ النظام بين عام 2011 و2012 ذراعا رقمية ضرب السوريين بها، سماها الجيش السوري الإلكتروني، مهمته اختراق ومطاردة الصفحات الثائرة وحسابات المعارضين. وقد ارتكب العديد من هؤلاء ارتكبوا اختراقات خلال العقد الأخير. لكن اللافت في قصة هذا الجيش رغم مزاعمه بعدم تبعيته لأي جهة حكومية في سوريا، اللافت هو تبني الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات مشروعه الخاص وتقديم كامل الدعم اللوجستي والتقني لفريقه. فهل تكون زينة إحدى المجندات؟ لا أحد يعرف. من التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع هذا التعليق لمحمد الذي يقول صار لازمها تأكد فعلا فتت البروفايل، والمصيبة أغلب شبابنا وصبايانا عاملين تفاعل وتداول ونعوة وزعل عهي اللي اسمها زينة، حتى أنا تفاعلت بأحزانني عبر فايلة ومناشير الأصدقاء. الغريب أنه كتير نشطاء وصحفيين أعتقد أنهم محترفين شفتهم تفاعلوا مع الأمر وأمشيت بالتفاعل على القصة لكن ما نشرت. أما خولة فتقول حساب زينة ما بيبين أنه وهمي وكلنا قبلناها على أساس حقيقية، بس مين بيخطر له هيك شيء والمشتركين بيننا مئات ويمكن آلاف. أما صخر فقال سألت كم واحد في اسطنبول بيعرفوا كم قط فيها وقالوا لي أول مرة بنسمع بزينة وظهرت فجأة، وهذا خلاني وبسبب هوسي من الأسماء الوهمية أنه ما اهتم فعلياً بكل اللي كتبه حساب زينة أو عم يكتبه، خاصة بحادثة الوفاة اللي طلعت كذبة وتلفيقة كبيرة رغم أنها حزينة جداً. ما حدا بيعرف مين عم يدير الحساب بالإضافة إلى ثلاث حسابات تانية معها.
أما محمد سلوم كتب منشورا طويلا يقول Take it easy يا شباب، يلي عملتوه عادي جدا وعيب أصلا تسخروا من الحزن أو التعزير. قضية هون مو مرتبطة بفلان أو علان، مرتبطة بالحالة يلي ما بيفرق لو إنها حقيقية أو وهمية أو حكاية في كتاب أو رواية أو مسلسل. موت شخص أمر يستدعي الحزن، وعلى الفيس يوميا منحط أحزاننا على أخبار موت الكثير من الناس ما بنعرفهم ولا بحياتنا شفناهم. هاد الشيء مو مرتبط بالشخص بقدر مو مرتبط فينا نحن وبالجوهر الإنساني تبعنا. ويلي مبسوط وعم يستعرض من امبارح لليوم كيف انه ما حزن وما حط احزانني، بحب اقول له عندك مشكله. بالنهايه نحن قديش بنعرف عن بعض؟ كم واحد بتعرف بشكل حقيقي على السوشيال ميديا؟ كلنا بشكل او باخر وهميين في عالم السوشيال ميديا، ويا دوب عنا كم صديق حقيقي. أهلا بكم من جديد. انتقد الممثل الموالي للنظام بشار إسماعيل من جديد الواقع الخدمي في مناطق سيطرة النظام، خاصة تقنين الكهرباء المتواصل. وسخر بشار إسماعيل في منشور كتبه على موقع فيسبوك من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مقابل نصف ساعة يوميا، وربطها بالحرب العالمية الثالثة التي يلوحون بها بالصواريخ النووية كما قال. كتب بشار إسماعيل يقول طول الوقت ليلا ونهارا لدي هاجس وقلق يؤرقني ويبث الرعب داخلي، وهو الخوف من الحرب العالمية الثالثة التي يلوحون بها والصواريخ النووية التي تهدد بها الدول العظمى. ولم أجد حلا لهذا القلق والرعب، ولكن منذ مدة بدأت التحرر من هذا الخوف، وكل الشكر والفضل والاحترام والامتنان لوزارة الكهرباء التي تمارس علينا ضغوطا لا مثيل لها، ضغوطا تجعلنا نشتهي وبكل قوانا العقلية أن تقوم الحرب ونتلاشى بصاروخ نووي يريحنا من التقنين الجائر. لذلك أناشد الدول العظمى أن تعلن الحرب وتبدأ من هنا، فلم نعد خائفين. والفضل لوزارة الكهرباء العظيمة. نووي إسماعيل، معقول ساعة ونص كهرباء بال24 ساعة؟ من التعليقات التي جاءت على الموضوع أيضا قصي يقول أستاذنا المحترم، ما هو رأيك بالإنجاز التي لم تسبقنا إليه البشرية بأطول سندويشة شاورما؟ أما أحمد فقال حبيبي أستاذ بشار، ركب طاقة شمسية، نحن صار لنا من 2013 ما عدنا كهرباء ولا شفناها، صار لنا 5 سنوات راجعين على الضيعة ومعتمدين على الطاقة الشمسية، صدق ما إلها مثيل. أما طالب فيقول أنا ما بختلف معك بالصورة، بس المعنى الحقيقي أنت ممنوع تموت وممنوع تعيش، وعلى فكرة نصف ساعة أصبحت 25 دقيقة. أما رحال فيقول المهم الكهرباء والمي تكون جاية ومبطوعة عن مطعم سيدة الصمود والتصدي والأمل بالعمل ولونا أشر. ومشكلة الكهرباء، طبعا مشكلة الكهرباء لسيما في الشهر الأخير خرجت عن سيطرة النظام تماما، فقد أعلنت حكومته أكثر من مرة خروج محطات توليد الطاقة عن الخدمة، كان آخرها محطة الزارع. أما الأسباب، تولى الإعلام الرسمي تدبيج رواية على غرار رواية العصابات الإرهابية المسلحة، فقال إن المشكلة تكمن في انقطاع المحروقات وانشغال الحلفاء موسكو وطهران بمشاغلهما الخاصة، الأولى في حرب أوكرانيا والثانية في اتفاقها النووي. مع ذلك كشف مدير مصفاة بنياس محمود قاسم عن وصول ناقلة جديدة محملة بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء بنياس على الساحل السوري. بعد وصول ناقلتين قبل أيام كانتا محملتين بنحو 2 مليوني برميل نفط خام، وراح يروج لفكرة توريدها إلى محطات توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل. فهل يصدق بروايته؟ وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في ريبوست مشاهدينا، وفيها نستعرض بعض مقاطع الفيديو المنوعة حول العالم. البداية من مقطع مصور بواسطة كاميرات مراقبة قدمه مدير مدرسة هندي في منطقة راجستان لقاضي محكمة بعد رفع قضية ضد زوجته، قال إنها تضربه بقسوة ويعيش معها اضطهادا شبه يومي منذ زواجهما.
सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और छठे महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है, बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी। إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا لقاء جديد ومواضيع جديدة بتمام 7 بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، كان معكم عبد الملحم، إلى اللقاء.